فاز الاتحاد السكندري على ضيفه طلاء الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز. انفرد الاتحاد بصدارة الدوري مؤقتا برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد طلاء الجيش عند 4 نقاط في المركز السابع. سيطر التعادل السلبي على مباراة المقاولون العرب وضيفه فاركو في الدوري الممتاز. بهذه النتيجة يحتل فاركو المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يحتل المقاولون العرب المركز العاشر برصيد 3 نقاط. تأكد غياب الدولي الفرنسي لاعب يوفنتوس الإيطالي بول بوجبا عن المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة. وكان بوجبا قد تعرض لإصابة في غضروف الركبة في يوليو الماضي قبل بداية الموسم، ليغيب منذ ذلك الحين عن الملاعب. أعلن نادي ميلان الإيطالي عن تجديد تعاقده مع مدربه ستيفانو بيولي حتى يونيو 2025، وتولى بيولي مهمة تدريب ميلان منذ أكتوبر 2019، حيث أشرف على تدريب ميلان في 153 مباراة، حقق خلالها 89 انتصارا و35 تعادلا، وتلقى 29 هزيمة. كما توج بيولي بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان في موسم 2021-2022. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى للزملاء لاستكمال ما تبقى من التسعة. أشكرك فاطمة.